اهلا ومسا النور على جميع متابعين ام جي عالم الترو. انا ميا الجندي. بليز ما تنسوني من الاشتراك واللايك والشير، ما تنسوا تحطوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتعمل فائدة على الجميع. من هو مولود 18 نوفمبر؟ مولود 18 نوفمبر اخر مولود في العشرية الثالثة للعقرب. بكرة ب 19 الشهر رح نحكي عن العقرب الداخل على عتبة عقرب قوس، لذلك مواليد بكرة وبالرايح كل مواليد بكرة إلى نهاية أسبوع عقرب قوس أو قوس عقرب يحضروا بنصحهم البرجين دائما العقرب والقوس. عزيزي وعزيزتي مولود 18 نوفمبر من هو شخصية ساحرة وجذابة لا يتهرب من التحديات في المناقشات الحادة. هذا المولود دائما يربح الكلمة الأخيرة، ما فيكم تربحوا معه. مخلص لأصدقائه، يعبر عن أحاسيسه، يحب عمله، يهتم للحب والعاطفة. مهم عند هذا المولود الحصول على ما يريد بطريقة أو بأخرى، ما فيكم تربحوا معه، وخصوصا بالآراء وبالأحكام. له جانب مظلم وغامض لا يعلم عنه الجميع ولا يخبر عنه أحد. لا تحاول أن تضعه في موقف غير سعيد لأنه سينتقم منك فورا. يحب اغتياب الناس والحديث عنهم والتكهم وانتقادهم أمام الآخرين، مما يجعل عنده أقلية من الأصدقاء لأنه ما بيحبوا الناس يشوفوا عم ينتقد أو يغتاب، فبيقولوا نحن كمان هيك حيعمل فينا فبينسحبوا. لا يحظى بصداقات كبيرة ولا يحب أن يسيطر عليه أحد. هذا المولود أرقامه 2 و9 ألوانه الأحمر. يتفق في الحب مع العذراء، لا يتفق مع الدلو، أيامه الثلاثاء. كل عام وأنتم بألف خير. يا ترى شو مخبي لكم بكرة؟ عزيزي وعزيزتي العقرب مواليد غدا، النهار جيد ورائع للقضاء مع الأسرة، للذهاب في نزهة أو الخروج إلى العشاء أو عند الظهيرة للغداء. يوم مهم بالنسبة لكم، الناس والأصدقاء والعائلة حابين يكونوا معكم ويقضوا معكم. لقاء عاطفي جيد بكرة لكم، أنتم بتحددوا المود. النهار جيد، مودكم هو اللي بيحدد كيف سيكون هذا النهار. يوم إيدكم ذهب فيه، يوم أطلب تعطى فيه. صحيح ما في كاش مصاري، بس ممكن يجيكم بعض الهدايا. بالتوفيق للعقرب، كل عام وأنتم بألف خير. عزيزي وعزيزتي الحمل، ما هو تأثير رقم 18 بكرة؟ رقم 18 بالترو هو رقم القمر، والقمر من الكواكب التي تؤثر على الأحاسيس الإنسانية بشكل عام. فشو هو تأثيره على الحمل بكرة؟ تأثيره رح يكون مودي، في ساعة المود فوق ساعة المود تحت، مزاجي يعني. وهذه المزاجية ممكن تكون إيجابية أو ممكن تكون سلبية تأثيرها على الناس اللي حواليكم كمان، فمش بالضرورة أنتوا بكرة اللي مسيطرين، المزاج هو اللي مسيطر. أما أنتوا كحمل يومكم جيد ورائع ونهاركم فيه اتفاقيات إيجابية ولقاءات جيدة واتصالات واعدة لإلكم في الحب، في العاطفة، في المال. الفئة منكم اللي حابة أنها تتزوج أو عم تحكي بزواج أو بعقود سينجح مع هذا الشيء وستتوفقوا بكرة إن شاء الله. الناس عم تطلع عليكم بكرة إلى أشياء كتير، بدها نصيحتكم، بدها مساعدة، إيدكم ألماس بكرة. بالتوفيق لكم عزيزي وعزيزتي الحمل. الثور، يا ترى شو تأثير القمر عليكم غدا أو رقم 18 أو كوكب القمر؟ خلينا نشوف. الثور بكرة من الأيام اللي حابب أنه يحدد بعض الأشياء ويبتعد عن الناس وياخد راحة. برافو، كتير منيح. ولكن في العمل جدي وعنده عقود وصفقات وعنده نجاح. في ناس عم تفتش عليكم، بتحكي معكم إلى فترة، مش عم بتلاقيكم، يا قاطعين الاتصال يا أما الاتصالات غير جيدة. جربوا افتحوا كل شبكات التواصل، الإيميل، الرسائل، التواصل الاجتماعي، لأنه في ناس عم تفتش عليكم في خصوص عمل وتقدمة لشيء بيساعدكم. عزيزي وعزيزتي الثور، الثور نهار جيد ورائع للأشخاص اللي حابين يكون عندهم رومانس، الزواج، حمل،
وفي أمنكم عند ولادي إن شاء الله ألف مبروك. أما الأشخاص اللي عم يتوافقوا هن أو عم يتصالحوا مع ثقة من العائلة، عائلة الشريك أو عائلة الزوج، فنهار جيد لحتى تحطوا الأمور الصعبة ورا ظهركم تتخطوها ويكون يوم جيد. بالتوفيق للثور غدا. عزيزي وعزيزتي الجوزاء، ما هي الأمور التي ستحدث غدا معكم؟ ما تأثير القمر أو رقم 18 في الترو عليكم غدا؟ جوزاء، بكرة مثل ما قلنا أنه القمر يحكم المود أو يحكم المزاج، مزاجكم بكرة رايق بس مزاجكم شوي تعبان من وراء هالشراكة اللي عم تعذبكم وتغلبكم. ساعة بيروحوا ساعة بيجوا، ساعة بدهم ساعة ما بدهم، وانتو مش كتير عارفين تحسموا الأمر. انتو كمان ساعة بدكم ساعة لا. بكرة باعتبار انه القمر هو الذي يحكم هذا الرقم، والرقم يحكم الاحاسيس والعواطف، فعواطفكم حتكون جياشة، حيكون عندكم تذكر للايام الحلوة، احساس بالوحدة، فبتحاولوا تكمشوا التليفون او تبعتوا رسائل او تقولوا هاي كيفك ايها الحبيب او الحبيبة، شو عم بيصير معكم، اشتقت لكم. ذات الوقت تحسوا حالكم انه لا، ما بدي وجع على القلب، ما بدي وجع الراس. لا تخطي هيدا الشيء، بعتقد افضل تحضروا فيلم اكشن، اكشن مش فيلم رومانس، مش فيلم عواطف، تحضروا فيلم اكشن او فيلم رعب. يعني الحالة هيدي بتشيلوا هالافكار بكرة عنكم، هو نهار وبيمرق ولكنه نهار جميل ورائع وفيه نجاح لكم في البيت وداخل البيت وخارج البيت ومع العائلة ومع الأولاد. ولكن الشق العاطفي هو اللي زعجكم بكرة من تأثير رقم 18 أو القمر، فلذلك بسألكم أنه تشيلوا أفكاركم عن طريق حضور بعض الأفلام اللي بتلهيكم أو بتخوفكم، هيك ما بعود في عواطف جياشة كتيرة. بالتوفيق للجوزاء. عزيزي وعزيزتي السرطان، القمر هو كوكبكم ورقم 18 يحكمه القمر، فيا ترى ما هو تأثير بكرة عليكم سرطان، وما هو تأثير رقم 18 عليكم غدا؟ سرطان غدا، تفكير بأمور عملية، نجاح عملي، تقدمة شيء أو عمل أو عقد أو دعوة لإلكم، لقاءاتكم جيدة، مشهورين مطلوبين بهالفترة، ناس كتير عم تفكر فيكم، عم تفكر تقدم لكم مساعدة إما من المال أو بالحب أو بالعاطفة، وخصوصا بالدراسة عندكم نجاح كتير كتير كبير سرطان، بس انتو في عندكم أمر محيركم مش عم تعملوا تاخدوا فيه قرار، لذلك فئة منكم شوي ضايعة. أما النهار فهو نهار إيجابي وجيد ورائع بالنسبة لكم. اللي عم يفتش على عمل بكرة يحط الطلب، اللي عم بحاول يتواصل مع حبيب بكرة يعمل الاتصال، يلي عم بحاول يبعث رسالة يفتح البلوك أو أي شيء بكرة نهار جيد. في عندكم بعض المخاوف المالية ولكن الأمور ستتطور وتصبح أفضل. اللي ما أجى المال واللي قلت له عليه جيب الأيام الجاية. بالتوفيق للسرطان إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي الأسد، ما هو تأثير رقم 18 عليكم غدا يا ترى؟ شو حيصير معكم بكرة؟ أسد بكرة عرض عمل، ممكن هالعمل يكون على سفر، على ذهاب إلى مكان آخر، أخبار جيدة، اتصالات، تغييرات بحياتكم للأشخاص اللي ما فوق 30-40 وما فوق، عندهم تغييرات إيجابية، تغييرات بحياتهم العملية، تغييرات بالمال، دعوة إلى سفر وربما هناك هجرة. أما الأشخاص اللي أصغر عمراً 20 على حدود أوائل 40، فعم شوف عندهم لا يزال بعض الأشياء اللي تعبتهم من الناحية المالية أو المادية أو الأمور بشكل عام. عزيزي وعزيزتي السرطان، يوم جيد لإلكم ولكنه حافل بالعواطف الكبيرة. انتو كوكبكم الشمس، عفوا الأسد، انتو كوكبكم الشمس والقمر هو كوكب السرطان، فالقمر يحرك العواطف والأمور الجياشة والخوف والتقلبات،
والشمس هي القوية والقوة والثقة بالنفس، لذلك في جذب وتضارب بين هدول الكوكبين بكرة بحياتكم. عشان هيك النهار حيكون مليء بالعواطف، مليء بالأمور القوية، مليء بالقرارات اللي مش محددة، مليء بضياعكم في عدة اتجاهات. الأمور اللي بتلاقوها إيجابية بكرة استفيدوا منها. من أول ما تلاقوا أنه الأمر غير إيجابي، انهوا المكالمة وحاولوا تبتعدوا إلى يوم آخر أفضل، حتى ما تقعوا في الصياح أو في العياط أو في المشاكل مع الشركاء أو مع العمل أو مع ناس بتشتغلوا معهم أو بتتعاطوا معهم أو بعائلتكم. هيدا أفضل شيء لحل للأسد بكرة. بالتوفيق للأسد. رقم القمر رقم عالي وعواطفه كتير قوية وجياشة، لذلك من الأفضل السيطرة عليه. عزيزي وعزيزتي العذراء، يا ترى شو بخبي لكم رقم 18 بكرة؟ رقم 18 8 1 9 هو رقمكم، 9 هو رقم العذراء، مما يدعوكم إلى الابتعاد عن الناس والبقاء مع الانعكاس الشخصي، عمل تأمل، الراحة، شرب فنجان شاي دافئ، وأخذ زاوية مع موسيقى والهدوء لتحديد الأفكار بالنسبة للأسبوع القادم. لأن احنا أنا عندي نهاية الأسبوع يوم أحد، بكرة الاثنين، احنا عم نحكي عن 18 الشهر واللي هو حيكون ليوم الاثنين، فهيدا بدء الأسبوع من الاثنين للجمعة. انتو بجوز أسبوعكم already ابتدأ، ولكن من الاثنين إلى الجمعة العذراء رح يقدر يقعد يحكي مع نفسه، يحدد مخططه للأسبوع القادم، معاملته مع الناس، معاملته مع الشريك، معاملته مع أصدقائه. عذراء بكرة آخر النهار رح يجيكم خبر كتير حلو، أموركم كتير جيدة، ابتداء من الساعة 1 ما بين 1 والأربعة بعد الظهر، مواعيد جيدة، لقاءات واعدة، أخبار جيدة، أخبار ممكن تكون في الحب، في السفر، في العائلة، أشياء أمور كتير جيدة. في أمينكم اللي خلصت ديكور بيتها هلأ صار فيها تعمل حفلة أو تعزم الناس لحتى الناس تشوف ديكور بيتها الجديد وتحتفلوا مع بعض. بالتوفيق للعذراء إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي الميزان، يا ترى شو مخبي لكم بكرة؟ وما هي الأمور التي سيكشف عنها رقم 18؟ ميزان، كوكب القمر يحكمه رقم 18، كوكب الأحاسيس والأفكار والتضارب بالأفكار والعواطف. لذلك بكرة إذا لقيتوا حالكم متضاربين في الأفكار والعواطف، ما تحاولوا تعبوا حالكم كتير. ميزان، هذا الصراع اللي عم يدور داخل البيت لازم تحاولوا تنهوا بطريقة أو بأخرى، إن كان هذا الصراع فكري أو نفسي أو عاطفي، بغض النظر شو ما كان داخل فكركم مع نفسكم داخل البيت، هذا الصراع تفاقم وزاد كتير، صار في مشاكل وناس دخلت على الخط وناس عم تحكي، وإذا لسه ما دخلوا رح يدخلوا، بكرة رح يتكشف لكم أمور كتيرة. ميزان دائما عندكم قلق لسبب أو لآخر، دائما حابين تتركوا بس مش عم تقدروا، بديكم تقوي ثقتكم بنفسكم. على صعيد العمل بكرة يوم جيد للأعمال، بس انتو بجوز تحسوا حالكم ما لكم خلاق تحكوا بالعمل. في أمينكم حابة تترك الشراكة تتجه إلى مكان جديد. التحذير للميزان بكرة، انتبه إلى صحتك. عزيزي وعزيزتي الميزان، الإهمال بالصحة، بالطعام، بالشراب، بتغيير الطقس، مش عم تهتموا لصحتكم، القلق والسترس عليكم، مضغوط كتير، بكرة نهار وبيمرق، مهم انتو تحددوا شو بدكم تعملوا، وان شاء الله اموركم وايامكم الجاية كلها جيدة. عزيزي وعزيزتي العقرب، ما هو تأثير رقم 18 او رقم القمر عليكم غدا؟ مرة تانية كل عام انتو بخير لجميع مواليد العقرب. عقرب، بكرة من الأيام اللي بدكم تحددوا فيها بعض الأمور من ناحية الأشخاص اللي عم يبعثوا لكم رسائل ويزعجوكم، بيفتحوا البلوك، بيرجعوا بيبعثوا رسالة مزعجة، بيرجعوا بيسكروا البلوك، أو أنتوا بتفتحوا البلوك بتبعثوا رسالة انتقام وبتسكروا البلوك. لازم تلاقوا حل لهذا الموضوع، صار
آن الأوان، يا بتفلوا يا بتبقوا. أما على هالأسلوب اللي ماشيين عليه وأنتم لا تزالوا تحبوا الشخص بس مش عم تعرفوا شو بدكم تعملوا، لا نافع معكم ولا نافع مع الشريك. فئة من العقارب بكرة عند لقاء جيد في العمل، لقاء واتفاقات وإمضاء على نفقات. فئة منكم عند ارتفاع وارتقاء في العمل، نجاح في الدرس. أوكي، تبوا على حالكم، عندكم نجاح في الدرس، عندكم نجاح بأمور كتيرة. إن شاء الله بالتوفيق للعقرب بكرة. أما باقي العقارب فحاسة إنه زهقانة، بدها تغير شي بحياتها، بدها تعمل شي. آن الأوان لتغيير هذا الزهق وعمل أشياء جديدة بحياتكم. بالتوفيق للعقرب إن شاء الله. ما تنسوا تعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب، على الجرس. www.mjtarot.com هو الموقع اللي بتقدروا فيه تشتروا قراءة خاصة. عزيزي وعزيزتي القوس، امبارح كان نهار صعب عليكم، يا ترى ما هو تأثير القمر عليكم غدا؟ القمر على القوس بكرة أو رقم 18، نهار جيد مع بدايته داخل البيت، صار بعض الهدوء العاطفي من بعد ما قررتوا أو حكيتوا مع الشريك وحددتوا شو هي الأمور يلي بتكون تعملوها. فتحتوا صفحة جديدة، غيرتوا تفكيركم، غيرتوا عقلكم، تركتوا هالناس اللي زعجوكم على جنب أو فتحتوا قلبكم. هلأ أنتوا في مكان جيد، وأيام الجاية وباقي الأسبوع نهار جيد، لقاءات عملية جيدة، نجاح جيد، انتقال من مكان إلى مكان، في الفكر، في العاطفة، في الحب، في المال، تغييرات كتيرة. في أمينكم قلبوا على خطوبة أو زواج، جاي استقر شي معكم ما حبيتوا إنه الأمور اللي حدثت، بجوز اتفقتوا على شيء وغيرتوا شيء لسبب أو لآخر. هذا الشيء كان لمصلحتكم، لأنه رح يرجعوا يعتذروا منكم ويحاولوا يطلبوا السماح ويغيروا الأمور. الحبيب أو الحبيبة اللي تركوكم أو هجروكم أو شافوا حالهم عليكم أو بلكوكم رح يعودوا، رح يعتذروا. إذا ما كان هالشي بيّن بكرة رح يبين بالأيام الجاية، بس كان عندكم حكي كتير كان لازم خبركم الرسالة. بالتوفيق للقوس. عزيزي وعزيزتي الجدي، شو مخبي لكم بكرة وما هو تأثير رقم 18 عليكم؟ 819، 9 رقم العذراء، 18 رقم القمر في الترو، رقم الأحاسيس العالية والأفكار في الحب وفي العاطفة والوحدة أحياناً. خلينا نشوف شو تأثير 19 عليكم غدا. تركيز بكرة على العمل، على الصحة، على الأصدقاء، على العائلة، تركيز في الحب، في العلاقات العاطفية. بكرة من الأيام اللي فيها بعض الصعوبات، مد وجزر، أسئلة بأي اتجاه أنتوا رايحين، بأي اتجاه أنتوا جايين. العائلة والزواج في البيت جيد. العازمين من النساء عند الجدي، شعور بالوحدة، شعور بالحزن، شعور بالضياع، البحث عن طريق جديد إلى التعارف. رجال الجدي العازمين، لقاء جيد وسعادة في الحب. والمتزوجين، حل لبعض الأمور داخل البيت بشكل عام، وخصوصا مع الدلو والحمل. أوكي؟ عزيزي وعزيزتي الجدي، يوم في لقاءات جيدة في الحب، في العمل، في الوعود لمستقبل عملي. جزء من النهار أحاسيس كتير طالعة نازلة، تغييرات في الفكر، تغيير في المستقبل، الانتباه إلى الصحة، الانتباه إلى الطعام الشراب. وبالتوفيق للجدي إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي الدلو، شو هو اللي مخبي لكم بكرة وما تأثير رقم 18 عليكم غدا؟ الدلو غدا جزء من النهار ببلش شوي صعب عليكم، فيما بعد نهار جيد ورائع وأيام رائعة، نهار خلال الساعات إلى بعض الظهر. في المساء هناك بعض التغييرات بتحصل، إما من العائلة أو الأصدقاء اللي حواليكم أو الناس اللي ممكن هن مش عم يقدروا يفهموكم،
تغييرات بهذه المرحلة تدخلوا فيها لسبب أو لآخر مع ناس أو شركاء أو عملاء. أما فيما بعد فبتقرروا شو بدكم تعملوا بالنسبة للأيام القادمة والأسبوع القادم، أسبوع عمل، أسبوع نجاح، ويوم جيد لإلكم لتحديد في الأيام الجيدة. صراحة مع أنه في كم شغلة ممكن يزعجوكم أثناء النهار، بس مع ذلك رح أقلكم النهار جيد وواعد وطاقته إيجابية وإيدكم ذهب أطلب طاقة، لأنه هيدي التغييرات ليست كتيرة أو مهمة. بالتوفيق للدلو، اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب، على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. عزيزي وعزيزتي الحوت، وصلنا لعندكم، لا تنسوا تعملوا اشتراك، واللي بحب يعمل لي قراءة خاصة www.mjtarot.com. ما هو تأثير القمر ورقم 18 عليكم بكرة ايها الحوت؟ الحوت غدا عم بحاول ياخد حقه. حوت بكرة بدكم تحاولوا تاخدوا حقكم، اللي ظلمكم، اللي زعجكم، اللي تعبكم. بكرة مجهزين اموركم، كل انسان، كل انسان زعجوكم مخططين شو بدكم تعملوا معه. يلي بتقولوا لهم باي باي، يلي بتعملوا له بلوك، يلي بيروح ما بتحكوا معه، يلي بتأهلوا فيه. فغدا يوم الحسابات بالنسبة للحوت، وصراحة هذا الشيء جيد لأنه صار لكم زمان عم تستغلوا، فأنا الأوان أنه تعملوا حسابات وتعيدوا المحاسبة. عزيزي وعزيزتي الحوت، بكرة من الأيام اللي حتحاولوا تحكوا فيها مع كتير من الناس لتحلوا أموركم المالية. عم تفكروا بوفاء ديونكم أو تحديد شيء لوفاء الديون مع نهاية السنة والسنة القادمة. يومكم جميل، يومكم رائع، في تحديد لإمكانياتكم المستقبلية. مواجهة مع شريك أو شخص رح يجي يحكي معكم بخصوص مال ومساءلة من أين لكم هذا. عزيزي وعزيزتي الحوت، جايكم مصاري، جايكم هدايا، جايكم أشياء كتيرة بالأيام الجاية، وآخر النهار بكرة رح يتكشف عليكم طرق جديدة لدخول مال إليكم، أو فكرة جديدة أو عمل جديد لنجاحكم المالي. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا كتير للجميع، عملوا اشتراك، شير، ولايك، سبسكرايب، علقوا الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. ما تنسوا تحضروا الابراج العاطفية، نزلت امبارح من 17 ل 24 نوفمبر، اسبوع 17 ل 24. باي.